اندلعت مواجهات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين في محيط جامعة القدس أبو ديس جنوب شرقي مدينة القدس. وحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية فأن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز المسيل الدموع وقنابل الصوت أيضا ورصاص المطاطي خلال تلك المواجهات. يأتي ذلك فيما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى وسط تعزيزات أمنية مشددة بتزامن مع دعوات لمسيرة أعلام إسرائيلية في القدس. ويحيي الإسرائيليون هذا الحدث سنويا في ذكرى احتلال الجزء الشرقي من المدينة خلال حرب عام 1967. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القدس مراسل الشرق قاسم الخطيب. أهلا بك قاسم معنا مجددا. يعني كيف هو الوضع الآن؟ كيف تغيرت الأوضاع؟ يقال بأنه في اقتحامات بساحات أو باحات المسجد الأقصى، ولكن إلى أي مدى هذه الاقتحامات كبيرة؟ هل عدد الأشخاص الموجودين كبير أيضا؟ وماذا عن الوجود الفلسطيني في المنطقة؟ قبل ربع ساعة تم افتتاح أو تم البدء بعملية الاقتحامات أو زيارات الاقتحامات الثانية لهذا اليوم. صباح اليوم كانت هناك أيضا اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك. وفق بيان الشرطة الإسرائيلية كان هناك أكثر من 1800 مقتحم دخلوا في الفترة الصباحية. الفترة المسائية استؤنفت قبل ربع ساعة، من المفروض أن تستمر حتى لمدة ساعة كاملة. هذا فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، ولكن الحدث اليوم مقسوم لقسمين عمليا. القسم الأول القسم الصباحي بالاقتحامات في المسجد الأقصى وفي مسيرة الأعلام التي من المتوقع أن تصل إلى هنا إلى باب العمود في ساعات ما بعد الظهر. فيما يتعلق في موضوع مسيرة الأعلام، الشرطة الإسرائيلية بدأت بإغلاق المنطقة. هناك عدد كبير من الشرطة يحاول نقلنا نحن الصحفيين إلى مناطق أخرى. هناك مجموعات تصل بشكل متواصل إلى هنا من المستوطنين لإجراء رقصات الأعلام في ساحة باب العمود. في الفترة الأخيرة أو خلال الساعة الأخيرة هناك تحرشات متزايدة من قبل من يصل إلى هنا من المستوطنين بالصحفيين وبالفلسطينيين المتواجدون في المكان. نحن نتحدث عن ارتفاع حدة التوتر الذي كان في ساعات الصباح. من المتوقع أن نبقى على هذه الحالة حتى ساعات المساء عند مرور مسيرة الأعلام من هنا. لا يستطيع أحد في هذه اللحظة أن يتعهد بما سيحصل، ولكن من الواضح أن هناك استعدادات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة ومع الحدود اللبنانية. هناك 3000 عنصر من الشرطة وحرس الحدود والشرطة السرية أيضا تتواجد في منطقة البلدة القديمة في القدس. الحواجز العسكرية بدأت بالانتشار في هذه المنطقة. بدأ عملية إغلاق وعزل لمنطقة باب العمود بشكل عام. هذه هي التطورات الميدانية بالإضافة إلى انتشارات أمنية واستعدادات أمنية. هذه جزء من الشرطة التي المتواجدة هنا حاليا تحاول إخراجنا من هذا المكان إلى مكان آخر بعيد عن ساحة باب العمود. ولكن حالة الاستعداد هنا في مدينة القدس هي أيضا وصلت إلى المدن المختلطة وإلى البلدات العربية. هناك نوع من الخوف بأن تنتقل في حال بدأت هنا مواجهات حادة وكان هناك سقوط قتلى في القدس، أن يعني هذا الحديث موجة من جديدة من المواجهات قد تصل إلى ما وصلت إليه في العام الماضي. على الرغم من أن التوقعات لا تذهب بالضبط إلى هذه السيناريوهات، خصوصا أن إسرائيل من أجل أن تنظم هذه المسيرة في القدس كانت قد أجرت اتصالات مع الولايات المتحدة ومع مبعوث الأمم المتحدة، بالإضافة إلى اتصالات مع مصر والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية وقطر في محاولة لنقل رسائل بأنها غير معنية بجولة جديدة من المواجهات. ولكن حتى هذه اللحظة لا يمكن الجزم بالسيناريوهات التي يمكن أن تتطور وتصل إليها الأمور خلال الساعات القادمة.
قاسم، من خلال رؤيتك أيضا، يعني هذه المسيرة تحدث كل عام، هل هذا العام في نوع من التوترات أو التشديد أو يعني الخوف الأكثر من يعني من السنوات السابقة، أم أنه الإجراءات روتينية كما كانت في السنوات السابقة؟ يعني كيف اختلف المشهد عليكم؟ هذه المسيرة هي الرابعة والثلاثين للمرة الرابعة والثلاثين تجرى في القدس. طبيعة هذه المسيرة تغيرت منذ المرة الأولى حتى هذه المرة. هناك صابغ يميني صهيوني أكثر معدود على التيارات اليمينية الأكثر متطرفة، هو من سيطر على هذه المسيرات في السنوات الأخيرة وأصبحت نوع من مسيرات مقولة سياسية. ما يحدث هذا العام مشابه لما حدث في العام الماضي، ولكن ربما الإشكاليات السياسية الإسرائيلية الداخلية هي من تترك نوع من البصمة على هذه المواجهات. هذه السنة هناك محاولة لاستغلال هذه المسيرة لتفعيل ضغط أكثر على الجناح اليميني داخل الحكومة الإسرائيلية للانسحاب من هذه الحكومة وإسقاطها، ولكن ربما الموضوع الأبرز أو اللون الأبرز هو طبيعة المستشاركين، وهم بالمجمل تقريبا من اليهود المستوطنين في الضفة الغربية. مراسل الشرق قاسم خطيب، كنت معنا مباشرة من القدس، شكرا جزيلا لك.